دكتور الشناوي مصطفى، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية الشغل. اولا حنا كنعقدوا هذه الندوه الصحفيه اليوم للتعبير على الغضب ديالنا، وهذا الشيء علاش غادي نقوم بالمسيره يوم الاحد 4 يونيو بالدار البيضاء انطلاقا من امام مقر الكونفدراليه بدرب عمر. علاش غنديروا هذه المسيره؟ هذه جات في اطار واحد البرنامج نضالي، مسلسل نضالي اللي كنواجهوا من خلاله كنعبروا على الغضب ديالنا والقلق ديالنا من هذا الموجب الغلاء الفاحش، هذه الازمه الاجتماعيه المتفاقمه اللي غير مسبوقه في تاريخ المغرب، اللي فيها الاسعار ارتفعت بواحد الشكل اللي فاحش، وفيها اللي كانوا مرفحين زادوا ترفحوا، وواحد العدد ديال المواطنات والمواطنين نزلوا يعني نزلوا وراء عتبة الفقر، وهذا غير مسبوق. وكما قال الأخ العالمي حوالي 4 مليون اللي نزلوا من الطبقة الوسطى للطبقة الفقيرة في الوقت اللي بعض المئات اللي طلعوا الكلوب ديال ملايين الدولارات، وهذه مفارقة عجيبة يعني كتزيد تأكد الفوارق الاجتماعية اللي كتعرف هذه البلاد. ثانيا بطبيعة الحال كان واحد الاتفاق مع الحكومة اللي وقعناه ككونفدرالية، وفيه واحد الشق اللي مهم اللي كيهم مع يعني كيتماشى مع هاد الأزمة ديال التخفيف شيئا ما من الأزمة ديال غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار اللي هي الزيادة العامة في الأجور، وحنا اللي فرضنا ككونفدرالية انها تكون في الاتفاق. مع الأسف الى حدود اليوم اكثر من سنة هذه الحكومة ما التزمتش، سواء تقول تحسين الدخل من خلال الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للموظفات والموظفين والأجراء الأجيرات والأجراء في القطاع الخاص، وكذلك تخفيض الضريبة على الدخل، حيث من شأن تخفيض الضريبة على الدخل أنه يخفف العبء على الأجراء بصفة عامة. وخص يعرفوا المغاربة بأنه المداخيل ديال لامبوست لو ريفوني يعني الضريبة على الدخل 75% منها، يعني الفلوس اللي كتحصل عليها الدولة أكثر من 75% كيخلصوها كيأديوها الأجراء، ماشي الشركات وماشي المقاولات، الأجراء أكثر من 75%. وهذه مفارقة ثانية كذلك اللي ما كايناش في دول أخرى. كذلك حنا كنطالبوا بالنسبة يعني بواحد العدد المطالب، من الدرجة الجديدة، منها احترام الحريات النقابية، منها حل النزاعات اللي ولات البعض فيها مزمن، وقف هذيك التسريحات المتكررة والمتعددة واللي ولينا كنعيشوها يوميا. وكذلك ملف كبير انه ماشي غير الحكومة هاجمة غير على القدرة الشرائية ديال المواطنات والمواطنين، ولكن هاجمة حتى على المكتسبات، يعني هذاك الشيء اللي كنا كنعتبروه مكتسب كيحاولوا يضربوه. أولا الحق في الإضراب باغيين يجهزوا عليه هما والباترونا، وهذا غادي نرفضوه وغادي نتصدوا ليه بقوة. يعني كذلك المحاولة ديال ضرب المكتسبات أو ما تبقى من المكتسبات ديال التقاعد اللي بغاو يخدمون أكثر، 65 حتى 65 راكم كتسمعوا فرنسا، تبعتوا فرنسا شو وقع فيها، غير 64 واش شوفوا اش وقع فيها. حنا باغيين يخدموا المغاربة حتى 65 عام، وكيبنيو على واحد المقولة ديال أنه الأمل في الحياة ارتفع، في الوقت اللي هذا الامل في الحياه اللي كيتكلموا عليه هما هذا غير تقدير، ما كاين حتى شي دراسات وطنيه يعني موثوقه اللي يمكن نعتمدوها، يعني سكون ابيلي طابل دو مورتاليتي، جداول الوفيات يعني اللي هي اليه تقنيه ضروريه باش نتكلموا على الامل في الحياه، ما كايناش. وكيتكلموا على انه ولينا كنعيشوا اكثر وبالتالي خصنا نخدموا اكثر، هذه الاولى 65 عام. كذلك باغينا نخلصوا اكثر، تيعتبروا بان المساهمات في الكوتيزاسيون ديالنا في صناديق التقاعد انظمه التقاعد ما كافيهاش وبغاونا نخلصوا اكثر. والخطير النقطه الثالثه في هذاك الثلاثي المشؤوم الملعون هي انهم باغيين ينقصوا لنا من المعاش اللي كيعطيونا، تيعتبروا بانه انظمه المعاشات راه سخيه وسخيه جدا، وبالتالي باغيين ينقصوا منا، يعني نخدموا اكثر ونخلصوا اكثر وينقصوا لينا.
هذا غير مقبول بتاتا. وهذاك كتب الدراسات بهذا المشروع ديالو اللي جايبينه لنا وقالوا لنا الاستئناس، وحنا عرفناه بانه كيروجوا ليه وباغينو يعني يفرضوه كارضيه للنقاش، حنا رافضين. اذا هذه هي الاسباب والدواعي علاش غنديروا المسيره، وكنطلبوا من المواطنات والمواطنين انهم يحضروا بكثافه ويعبروا على الغضب ديالهم من هذا الوضع البائس والمتردي والمحتقن. والحكومه حنا عارفين الحكومه ليبراليه متوحشه، كيهمها كتهم الارباح، كيهمهم الارباح وكيهمهم الطبقه الميسوره والغنيه. فهمتي حنا ملي كنتكلموا تنقولوا ما خصش يكون زواج المال بالسلطه، زواج المال بالسلطه لن يؤدي الا الى توحش الليبراليه اللي كتخرسنا لنا وكتضرب، ما كتهمهاش الطبقه الوسطى، ما كتهمهاش الطبقه الفقيره. الا ما تنفذوش المطالب، الا ما تنفذوش حنا غادي نستمروا، والا ما كفاشت المسيره غنديروا مسيرات وغنديروا اشكال نضاليه اخرى، ولما لا الاضراب العام. استاذ اخر سؤال، الحكومه كتقول يعني هذا الشيء اللي وصلنا ليه ديال ارتفاع الاسعار والتضخم سبب الحكومات السابقه. الحكومات يعني السابقه كلهم كانوا فيها، كلهم كانوا فيها، الحكومات السابقه راه هما كانوا فيها ياك، حتى في الوقت اللي كان بن كيران واللي عبت بالبلاد وعبت بالمواطنين راه كانوا معاه، هادو كانوا معاه. فهمتي وحتى بعض الاحزاب اللي جات كتبغى دير معنا لقاءات وهذا الشيء راه هما كانوا كيدبروا الشان العام، حتى هما جزء من المشكل. فهمتي ملي كيكونوا كيدبروا الشان العام ما كيقولوش الحقيقه، فهمتي ما كيفكروش، ما عمرهم اعتبروا الانسان كجوهر ديال السياسات العموميه. يعني الوقت اللي خصو يكون هو الجوهر ديال السياسه، كيفكروا غير في الارباح. هذه هي اللي كنسميوها الليبراليه المتوحشه، الراسمال كيفكر فقط في الربح، ما كيفهم ما كيفكرش في ما هو اجتماعي وفي البعد الاجتماعي. وشكرا لكم. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.